مساء الخير. طقس صافي وحلو برفقنا بكرة وما رح يتغير قبل الأحد. شمس مع هواء خفيف وحرارة بترتفع درجة تقريبا كل يوم. الهواء بكرة جنوبي غربي، رطوبة بتسجل 65%، أما الضغط الجوي إلى ارتفاع أكثر. كيف رح تتوزع درجات الحرارة بكرة بالنهار؟ خلينا نشوف. بيروت 19، كوكبة 17، لقبيات 16 درجة. بالليل الحرارة عم تنخفض أكثر أكيد مثل ما كلنا عم نلاحظ. بالأرز 5 تحت الصفر، فقرة 3 وتعنايل 4. بالعاصمة وعلى الساحل الهواء جنوبي غربي، الرطوبة مرتفعة نسبيا ونسبة التلوث عالية نوعا ما، يعني اللي عندهم حساسية لازم ينتبهوا شوي أكثر. على الجبال الرطوبة مرتفعة، الحرارة بتتراوح بين 6 وال 14 درجة والغطايطة كثيفة على بعض المرتفعات. شو ناطرنا بالأيام يلي جاي؟ بكرة إذن قليل الغيوم، الحرارة 19 على الساحل، أما الرطوبة مثل ما سبق وذكرنا عم بتكون مرتفعة. السبت والأحد كمان الأجواء حلوة مكفاية والحرارة إلى ارتفاع أكثر، أما الرطوبة إلى انخفاض. تنين الحرارة بيبقى معدلة 21 درجة بس الرطوبة بترتفع لل 70%. هيدي كانت أحوالنا الجوية، تصبحوا على خير.